طيب كما تجي تشوف من تالا اخسرنا تلقى نخسرنا طبعا كما تجي تشوف من تالا ربحنا تلقانا خسرنا ايه الفايدة في اللعب مش في النتيجة لا هو الاربيتر الاربيتر ياسر حي المعمل اقل حاجه نعملوها يظفر لنا كفره حلو عاد يطلع حتى هو مشري من الماء لا مش من الماء من البيرو يا ودي لونترينور هو اللي مش حاجه غلط الملاعبيه في الواحد هذاك حال اللي عمل على البيجلس لا حتى الملاعبيه سامحني فيهم ياسر ضربتهم الفشله تقولش ناقصين شويه فيتامين B52 يا ياسر قاعد يلعب التالي وبملازم واحد هذا الكل خايفين من الورقة الحمراء بينما الاخرين بروفيشنال ياسر طيارات علينا ياسر لو شفت العطة على الطيارنا تقولش متحالفين فين صار هذاك علاش سماهم الحلفاء لا ودخلوا لنا بلعب جديد ما كناش نعرفوه بالكل كيفاش ما قعدوا يلعبوا لنا 3 5 2 واحنا مازلنا عايشين في عام 4-2-4 انا ما فهمتش حاجه علاش لعبوا الماتش بدون جمهور وحرمونا من الفرشه هكا خايفين من الريحه انا ريح شو انا ريح ما تعرفوش ما يطيقوش ريحة السنان يا ودي ضربات الجزاء هما اللي ضربونا يا ولدي هذاك الكل وراهم القرع قلنا لهم ما تهبطوش راهو مازال ما براش من الضربه الاخريه نتاعو قالك لا خليه يلعب هذاك اللي ربما هو باش يولي ايرانينا في المستقبل على كل حال مش مشكله خسرنا الكوب اما مازلنا ما خسرناش البطوله هو باهي كي وصلنا فيها نسمع جاهز ايش قلت لك انا؟ قلت لك الفايده في اللعب مش في النتيجه اي على خاطر احنا كان نحبوا النتيجه وقتها يظلنا نطيحوا للفوتبول امريكا